السلام عليكم، ممرة الشاكري فرع البيع التكافل الاجتماعي، عائلة أم منو؟ أم فرح. بس شوية علي لي صوتك. أم فرح، شنو احتياجي؟ شنو وضعي؟ أريد تشرحي لي يعني. والله هذا وضعي شفتوه هسه، علاج عندي. أي. لازم ما عندي، غسالة ما عندي. زوجك شنو عمله؟ والله قاعد. كان يشتغل عامل وبعد ما رجال كبير ما يقدر الأمر وما شافه. إيش قد مواليده زوجك؟ 67. عندك أولاد؟ عندي أربع بنات. أربع بنات، إيش قد أعمارهم؟ أكبر وحدة عندي عمرها 10 سنوات، رابع ابتدائي. 10 سنوات رابع ابتدائي، زين. والأصغر شي؟ أصغر شي هي 4 سنوات. 4 سنوات. ذاكم ما مستمرين بالدراسة؟ شو؟ مستمرين بالدراسة؟ أي الحمد لله. يعني طلاب؟ أي. زين، هذا البيت شنو اللي قاعدته؟ هذا البيت شلون شراكة مشتركين، يعني مشتركين بيه. يعني شنو مشتركين بيه؟ هو وأخوه بي، يعني ملككم هو؟ أي هو ملك بس يعني شراكة. أوكي، زين. شنو تقدرين تشتغلين؟ والله هي بنت عود محل عايشة جهاز بي. محل ما شنو؟ أسواق يعني؟ أسواق. يعني تقدرين تشتغلين بي؟ مثلا تفرغين مجال إلك؟ إن شاء الله. زين، عندك مكان إنه تشغلي مثلا للأسواق؟ تمام. زين، اهل الخير يسمعون ندائك. زين، هسه اهم احتياجاتك المنزليه شنو؟ والله هسه قلت لك لا ثلاجه عندي، لا غساله عندي. منو الاهم عندك، الغساله الثلاجه؟ منو الاهم؟ الثلاجه طبعا. تمام، ان شاء الله اهل الخير يسمعون ندائك ونساعدك باللي نقدر عليه ان شاء الله. وان شاء الله نوصل صوتك.